خلينا نقول اخر نوع بقى ونتكلم عنه ونبدا اول رفايلنا اللي موجوده في قعدتنا علشان نوصل قدر الامكان حاجه ممكن تكون مفيده النهارده تنقذ حياه بني ادم النهارده. لو اتكلمنا على النيوكليار ريسبتورز هنقول باختصار شديد جدا انها عباره عن ريسبتورز موجوده داخل الخليه. علشان اوصل لها لابد ان الادنس بتاعي يدخل الممبرين بتاع الخليه وبعد كده هو يمشي في السيتوبلازم وبعد كده يوصل للريسبتورز ديت ويبدا الريسبتور يشتغل عن طريق انه يعمل لي بروتين جديد نيو سينسز اوف ان نيو بروتين داخل الخليه. يعني ده معناه ترانسليشن لمسجر ار ان اي زي ما خدنا قبل كده في الميكروبيولوجي. كل الكلام ده بياخد وقت فاسمحوا لي نقول ان هذا النوع من الريسبتورز او النيوكليير ريسبتورز بيكون الاكشن بتاعه very 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 low in action. ممكن الاكشن بتاعه يظهر خلال days or weeks. طيب نستفيد من الكلام ده في ايه؟ نستفيد من الكلام ده في الأمثلة اللي هنقولها. واحد منهم ممكن ينقذ حياة طفل عنده سنتين. الأمثلة هي زي الستيرويد ريسبتورز زي الثايرويد هرمون ريسبتورز واخر حاجة زي الفيتامين دي ريسبتورز. باختصار شديد جدا هقول لكم على قصة في 5 دقايق هي ديت رسالتي بتاعت الحلقة الأولانية. فيتامين دي باختصار شديد جدا قابلت مرة دكتور امتياز طبيب وهو بيكلمني في مستشفى الشاطبي لما كنت باخد فيرست ايد عملي وقابلني قال لي انت صيدلي؟ قلت له انا صيدلي. قال لي بكل بساطة انت اللي بتقتل العيال الصغيرين انت اللي بتقتلوا العيال الصغيرين بقى. قلت له ليه؟ ايه اللي تخليك نقول كده؟ قال بكل بساطة اللي بيحصل ان بتجيلك الواحدة من دولة وتقول لك انا ابني الصغير لسه ما مشاش او لسه ما سمنش فحضرتك تكون عارف ان في حقنة في السوق وتروح بكل بساطة بس كده حاضر وتروح فاتح برفة وتروح مطلع لها الحقنة وديها لها وممكن انت بنفسك اللي تديها للطفل اي ام. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بعد كده بتجيلك بعدها باسبوع او بعشر ايام دكتور الولد لسه ما مشاش نعمل ايه؟ فبكل بساطة يا سلام بس كده الحاجة وتروح فاتح تاني ومديها نفس الحقنة تاني مرة تانية بس في الناحية التانية بقى علشان ما يحصلوش تكسستي تمام؟ المهم تبدأ تجيلك ثالث مرة بعد اسبوع كمان وتقول لك الولد لسه ما مشاش تقول لها ازاي يا حاجة مش ممكن. طب ثانية واحدة الحقنة ما غيرت مكانها اهو ادي مكانها الجديد وادي الحقنة وتروح مديها الحقنة لثالث مرة. الطبيب قال لي ان الحقنة الرابعة ما بياخدهاش لانه بيشرف في المستشفى عندنا في المستشفى الشاطبي ب رينال فيلير اكيوت رينال فيلير. قلت له ازاي؟ قال لي انا ما اعرفش ازاي ولا مش ازاي روح دور وانا عايزك تبلغ كل الكلام ده لاي حد في المجال الطبي. بعد كده لقيت ان الحقنه دي اسمها ديفارول اف وبتحتوي على عدد دلوقتي هنقوله من فيتامين دي 3 انترناشونال يونت. خلينا نقول ايه القصه. القصة باختصار ان الفيتامين دي 3 بيشتغل ببطء شديد جدا على بال ما يبدأ يرسب الكالسيوم. طيب هو ايه اللي حصل من فيتامين دي؟ ايه اللي حصل من الديفارول؟ هو احتياجي اليومي من فيتامين دي 3 نتوقع قد ايه؟ قالك في الاطفال بيكون 400 انترناشونال يونت يوميا ده الديلي ريكوايرمنت من فيتامين دي 3. جميل جدا. طيب هذه الأنبولة بقى بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على 600,000 انترناشنال يونت مرة واحدة. شركتها شركة ممفيس اهلا وسهلا بيها وكل بساطة بتعتمد على ما يسمى بالشوك ثيرابي. الشوك ثيرابي يعني العلاج بالصدمة، يعني تدي لصاحبنا الطفل الصغير اللي عنده سنتين احتياج 1500 يوم مرة واحدة علشان بعد شوية يحصل ديبو افكت وتبدأ تطلع منه الديلي ريكويرمنت يعني بتركيز اعلى شويه ولكن بالتدريج لان يعني طالما الحقنه بتتعافي انترماكولر اهلا وسهلا. لكن الفكره بكل بساطه ان حضرتك بتستعجل علشان بتلاقي والده الطفل او الطفله مستعجله فبتيجي بعد اسبوع قبل انتهاء التاثير الكلي لحقنه الديفارول اس وتبدا تدي الحقنه مره ثانيه. الكلام ده بيسبب انك بتديها او بتدي للطفل 1500 دوز مرة تانية.
الكلام ده ممكن يسبب لا قدر الله ان مستوى الكالسيوم في البلاد هيبدا يعلى زياده قوي 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 قوي. طب هو الكالسيوم لما يروح هيروح على فين؟ اكيد هيروح على الكدني. هناك هيقابل املاح الاوكسالات، هيقابل املاح اليورات، هيكون لك شويه حصوات جميله جدا جدا. لو خد الكدني بتاعه القرش وعصرتها تبدا تنزل السوم اكيوت رينال فيلير، وغالبا بيكون الريفرسبل. حضرتك ممكن تكون قضيت على روح هذا الطفل او هذا البني ادم. دوري ايه بقى كصيدلي؟ دوري هنا شفت بعناية دولت روشتات من دكاترة عظام ودكاترة اطفال ودكاترة مخ واعصاب مكتوب فيهم الحقنة دي once weekly. فتحت الاندكس لقيتها مكتوبة once weekly. لقيت الدكاترة بتبدأ تقول لي لا الكلام ده غلط، الكلام ده احنا ما لقيناهوش، ما شفناهوش. لكن لما رحت لدكتور محترم، دكتور اطفال محترم، وسجلت معاه فيديو، معرفش الفيديو ده راح فين حاليا، الراجل اكد لي ان كلامي هو الصح، وان الدكتور لما نبهني دكتور الامتياز اللي قابلته في مستشفى الشاطبي زمان هو ده كان فعلا معاه حق. وعشان كده هو من فضلك باخد رسالتي ديت وبنشرها لك ونشرها لكل اللي تعرفه. من فضلك ما تصرفش الديفارول غير لما تكون الدوز اللي هتديها وانس بير لايف. ده دورك. اللهم اني قد بلغت، اللهم اشهد.